أهلا ومرحبا بكم في مراجعة سوق دوت كوم لصانعة روتي وتورتيلا من بي أم ساتلايت. صانعة روتي وتورتيلا بي أم ساتلايت هي الجهاز المثالي لصنع عدة أنواع من الخبز مثل التورتيلا، الخبز العربي والشاباتي وروتي وأي خبز مفروض في دقائق قليلة. تم تصميمها للاستخدام اليومي بكل سهولة، لذا إن كنت بحاجة لخدمة سريعة لمجموعة الضيوف أو الأصدقاء والأسرة فهذا هو الجهاز المناسب لك في المطبخ لإعداد أنواع الخبز التي تحبين. صانعة روتي وتورتيلا من بي أم ساتلايت متوفرة للشراء على سوق دوت كوم، وتأتي بالخصائص التالية: حساسات للتحكم في درجة الحرارة، سطح مقاوم لالتصاق العجين من أجل سهولة التنظيف، مؤشر ضوئي لجاهزية الاستخدام. العملية سهلة وبسيطة، قومي بإعداد العجين، قومي بتقطيعه لكرات صغيرة متساوية الحجم، ضعيه في صانعة الخبز، قومي بإغلاق الغطاء للأسفل على العجين ليبدأ الخبز. ستحصلين على خبزك التورتيلا الشهي خلال دقائق. أحد الخصائص العظيمة الأخرى في هذا الجهاز أن بإمكانك إعداد خبز الشباتي والروتي دون استخدام الزيت، مما يسمح بخبز صحي أكثر ووجبات طعام أقل في السعرات الحرارية. إنه يجعل حياتك أسهل وأكثر عملية. يا له من جهاز فعال وسهل الاستخدام. صانعة روتي وتورتيلا من بي أم ساتلايت جهاز فعال عندما تكونين بحاجة لصنع الكثير من المخبوزات لعشاء العائلة أو للحفلات. إنه حقا يجعل من الطبخ عملية أسهل من خلال خطواته البسيطة. يمكنك أيضا التأكد أن جميع مخبوزاتك ستكون مطبوخة بشكل مثالي تماما كما يصنعها الطباخون المحترفون. صانعة روتي وتورتيلا من بي أم ساتلايت جهاز يجب اقتناؤه لأي أحد يريد توفير الوقت أو لأولئك الذين يريدون طبخ وجبات شهية. ميزة أخرى رائعة في هذا الجهاز أنه متعدد الجوانب والاستخدامات، فيمكنك حقاً فرد أي نوع من العجين عليه ليتناسب مع نوعية الطعام المقدم، مما يسمح لك بتقديم مخبوزات تناسب عشاء هندياً أو مكسيكياً. لمعرفة المزيد عن صانعة روتي وتورتيلا من بي أم ساتلايت يرجى زيارة سوق دوت كوم، ولا تنسوا تحميل تطبيقنا للهاتف للحصول على صفقات حصرية يومياً. شكراً للمشاهدة.